القمة العربية 31 بالجزائر، أول قمة بدون ورق في تاريخ اجتماعات جامعة الدول العربية، إذ سيتم الاستغناء عن الورق خلال الجلسات. أول مرة ستكون قمة عربية بدون ورق، حيث اعتمدنا في المركز الإعلامي على توفير كل ما هو رقمي، حيث وفرنا ملفات تكون على مستوى ملفات رقمية، تكون على مستوى الحواسيب، على مستوى مراكز الصحافة، تكون تحت تصرف الصحفيين. وضعنا أيضا تطبيقات جد حديثة في شاشات توجد في كامل أرجاء المركز الإعلامي، حيث يتم من خلالها توجيه الصحفي أو الإعلامي إلى المكان الذي يريد الذهاب إليه، الاستديوهات أو قاعات الصحافة أو المكاتب الخاصة بالوفود الإعلامية عن طريق تقنية ثلاثية الأبعاد. هنا بالمركز الدولي للصحافة، إمكانيات رقمية حديثة لم تبخل الجزائر عن تسخيرها للإعلاميين لضمان تغطية ناجحة لمجريات القمة، وهو ما قابلته الوفود الإعلامية بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال بكثير من الارتياح. اقتدار الجزائر هذه القمة العربية أن تكون غير ورقية، هذه خطوة في سياق العمل العربي المشترك وفي ضربة البداية، وأتمنى أن تتبنى الدول العربية في القمم القادمة وربما في أحداث ونشاطات أخرى. يعني حقيقة وبدون أي مجاملة ذهلنا لمستوى التجهيزات، أنت قلتي قمة رقمية وليست ورقية، الاستوديوهات مجهزة بالكاميرات، مواقع البث المباشر ستاند أب بوزيشن، مواقع الإيديتينج، مواقع البلاي أوت. مبادرة قمة بدون ورق التي تبنتها الجزائر تعد استمراراً لمسار التحضير لقمة لم الشمل والتي حرصت الجزائر على إنجاحها.